اهلا، كيفكم او صباح الخير. بما انه لسه قبل شوي صار صباحك. اليوم، حابب انه اصور يوم مليء بالانجاز كفلوج واسجله بالقناه. اجتني فكره هذا الفيديو قبل بيوم من التصوير، فكنت قاعد على الساعه 1 بالليل وبدي احط قائمه الاشياء بدي اعملهم، فحكيت انه ليش ما اصور فيديو وعنوان الفيديو يكون يوم مليء بالانجاز واشارككم الاشياء اللي بدي اعملهم بهاي القائمه. فانا من زمان مش عامل اشي زي هيك، انه انظم يومي لهالدرجه هاي او اسجل قائمه مهام. بتعرف اجت العطله وهيك وعملت كذا روتين، هذول كانوا ببدايه العطله، وبعديها وقفت، بطلت اعمل روتينات لحالي هيك، خلص كل يوم بكون عشوائي. وعشان هيك حبيت انه اعمل الاشياء اللي بدكم تشوفوها بهذا الفيديو، ورح اعملهم كمان بشكل عشوائي حسب ما انا حابب. بس الغرض الاساسي من الفيديو واللي هو التنظيم، انه في قائمه مهام وفيها مهام وانا بدي اعملهم. طبعا زي كل الناس صحيت وافطرت وقررت اعمل تغيير بالغرفه. ففي عندكم هاي البسائف، بعرفش انتو شو بتسموها ببلدكم، اتركبت وانا عن جد مش عاجبني اللون تبعها كتير، لاني ما بحبش الالوان البنية الغامقة تكون بالغرفة، خصوصا غرفتي فاتحة. فحسيت انه بيكون اكتر اشي مناسب اللي هو اللون الكريستالي، اللون السيلفر، مثل ما انتو شايفين. فاكيد اهلي ساعدوني بانه اركبها الصبح، وهذا هو طلع شكلها النهائي. فبعد ما نظفت الغرفة خارج وعمالي بحط اغراض تنظيف برا، فبطلعوا لي هدول البساس. المهم هاي البسة الكبيرة اللي هي انوضت عنا، وبصراحة أنا كنت حابب أفوتها من هي بعد على البيت، بس بتعرفوا أهل البيت كيف، والله بقتلوني ولا يعيشوا. بس فهي دايما بتضل بهاي الساحة عن جد، يعني إنه بتروحش نهائيا ولا عند حد، بتضل بس بهاي الساحة وممنوع تفوت جوا البيت. وأهلي حرام طبعا، يعني بحبوا البسس كثير وكثير بطعموهم، بس يعني إنه بتعرفوا قواعد البيوت العربية. فبعد ما نظفت الغرفة أكيد حبيت إنه آخذ حمام عشان يرجعنا لطاقتي. عن جد يعني لما أكون كسلان أو شي زي هيك بس آخذ حمام طوالي بتنشط، معرفش ليش، يمكن الكل هيك أو بس أنا معرفش. بعد الحمام حبيت إنه أعمل مشروب صحي طبيعي فريش اللي هو، فعملت مشروب الفراولة والليمون. أنا بهذا الفيديو كنت عمالي بستخدم فراولة وليمون مفرزين، يعني كانوا بالفريزر وأنا بستخدمهم للعصير. فهاي احسن طريقه، خصوصا اذا خلص موسم الاشي، فهيك فيكم تستفيدوا من هاي الفريزر اللي هو، مع انه اكثر نسبه بتابعوني بنات واكيد بيعرفوا هاي المعلومه، ففيش داعي للفلسفه. المهم اذا وصلتوا لهون اكتبوا لي تحت بالتعليقات مشروب طبيعي بارد بتحبوا تشربوه بالصيف. خلصت المشروب الطبيعي واكيد بدي اشربه وانا عمالي بشوف فيلم، عشان هيك حضرت اللابتوب وحضرت المشروب عشان الفيلم. فاحكي لكم شغلة عني، انا اذا عجبني فيلم بعيده مرة ومرتين وعشرة وعشرين وثلاثين ومية. ما بعرف ليش كل ما اشوف الفيلم او اشي مسلسل بحس وكأنها المرة الاولى. فاكتبوا لي بالتعليقات اذا انتو زيي، بعرفش ليش هيك بس في بلاوي ناس اعتقد زيي. المهم حبيت اليوم انه اعيد فيلم، هي سلسلة أفلام بس أنا يعني إنه نسيتهم، أكيد نسيتهم، تقريبا سنة من سنة عدت هذا المسلسل أو الفيلم. فيكم تقولوا تحكوا عنها سلسلة لأنه زي مسلسل أو في أفلام بتكون من 5 أجزاء أو 6 أجزاء. فأنا تابعت الجزء الأول رجعت، وأكيد يعني بعد ما أخلص هذا الفيديو بعد بكذا يوم رح أكمل الباقي، لأنه بحبش أضل قاعد وأشاهد أفلام، خلص فيلم واحد بكفيني باليوم. أهم إشي عملته بهاي القائمة واللي هو بعد ما شاهدت الفيلم اللي هو إنه أخطط شوي للقناة. ففي عندي مشروع بسيط حابب إنه أطبقه بالقناة، هو عبارة عن بودكاست، بس لساتني عمالي بعمل إعدادات الصوت، الأشياء، المواضيع اللي بدي أطرحهم، شعار البودكاست، اسم البودكاست، الحلقة التعريفية عن البودكاست. فإن شاء الله لما أكون جاهز وأحس إن البودكاست منيح يكون حلو بنظري، رح أحاول إني أشاركه معاكم شوي شوي، وانتم ان شاء الله انكم تحبوا الفكرة. فانا حابب انه اعمل هالمشروع من 7 اشهر يمكن او 8 اشهر او تقريبا سنة، بس هلأ حطيت قواعد واشياء انه كيف بدي اعمل فيه، خططت شوي للبودكاست، وان شاء الله انه يكون كل شيء تمام. بعد
بعد ما انتهيت من التخطيط للقناة حبيت انه اعمل اشي للاعتناء بوجهي، بما انه بهاي الفترة عماله بيطلع لي بلاوي حبوب. فبهذا الفيديو استخدمت قهوة سكر عشان اقشر الخلايا الميتة اللي على وجهي والاشياء اللي بتكون موجودة بالوجه. فهاي طريقة كتير حلوة عشان تنظف فيها البشرة، بضلوا لمدة 7 أو 10 دقايق اذا ما بتعرفوا يعني، المهم ما تتخطى ربع ساعة. بعدها اغسلوا وشكم بمي ثلج احسن بكون عشان تتسكر المسامات، وعشان تسكير المسامات بحب استخدم ماء الورد، فهون استخدمت شوية من ماء الورد عشان اسكر المسامات. واهم اشي بعد هاي الخطوة اللي عملتها حبيت انه احط دهون طبي للحبوب، هذا كتير بيساعدني على تخفيف الحبوب، ومش من شركة معينة بس انه لما اغسل وجهي بستخدمه فجبته من الصيدلية. عشان يكون يومي مليء بالإنجاز كنت لازم أصلي صلاة الظهر، فالحمد لله أني تعودت وعمالي ما بقطع الحمد لله. فنصيحة لأي حد عمالي بشوف هذا الفيديو مش ملتزم بالصلاة، التزم بالصلاة. بعد ما خلصت الصلاة حبيت أنه أخذ كذا صورة للإنستغرام تبعي، فهلأ عمالي كنت بشوفهم وبدي أعدلهم، إذا طلعوا حلوين أكيد رح أنزل. وعن جد في بلا صور بأخذهم بكون مقتنع فيهم أنا عمالي بصور، بس بعد لما أجي على التعديل بيكونوا مش حلوين. سلطة المعكرونة والمكونات: زيتون أسود أو أي زيتون بتحبوه، ذرة وزيت زيتون أكيد لازم يكون موجود، والأوريجانو اللي هو الزعتر البري، مش زعتر عادي، زعتر بري بيختلف طعمه من الزعتر العادي، معكرونة وأكيد خضار حسب الرغبة، وأكيد بنحتاج ليمون. طبعا بالأول أكيد بدنا نطبخ المعكرونة زي ما بنطبخ المعكرونة يعني، خليها تغلي على الغاز وتصير طرية طرية. وكمان ما تنسوا انكم تحطوا رشة ملح بسيطة قبل ما تحطوها على الغاز. فبعد ما تخلص وتجهز لازم نخليها تصفى منيح عن جد، يعني مش لازم تكون فيها ولا نزفة مي. عبين لا تخلص المعكرونة من التصفاي لازم انه نخلط السلطة فرمات صغيرة، يعني مش لازم تكون الحبات كبيرة، وكالعادة ابو يحب يخرب التصوير. طبعا بالبداية كنت بطيء بطيء، بعدها بلشت أسرع. بعدها بنحط المعكرونة بجاط، ومن المهم من المهم المهم انه نحط زيت زيتون عشان الحبات ما يلزقوا ببعض. وبعدها بنضيف السلطة اللي قطعناها اللي بتكون نوعا ما من صغيرة لوسط، ما تكون كبيرة المهم مثل ما حكيت. فهون انا ضفت الزيتون، وكمان بعد ما تضيف الزيتون بنحط الاشياء التانيين. وهون ضفت الذرة والزعتر اللي حكيت لكم عليه اللي هو زعتر الاوريجانو، وهيك بتكون صارت جاهزة عندنا هاي المعكرونة. ويلا على الجلد. Cut.
هاد كان الفيديو تبع اليوم، بتمنى ان يكون عجبكم. اذا حبيتوا القناة ما تنسوا انكم تشتركوا بالقناة على زر السبسكرايب اللي تحت الفيديو، وكمان تحطوا لايك للفيديو. بحبكم كتير، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي.